دعت الأمم المتحدة إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لإنقاذ مسلمي روهينجا، قائلة إنه لا يوجد عبارات يمكن أن تصف العنف الممارس ضدهم في إقليم أراكان. وأكدت رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تأثرها مما سمعته مع فريقها من شهادات الفارين خلال زيارتهم بنغلاديش. التفاصيل في التقرير التالي. محنة مجتمعات الروهينجا المسلمة في ولاية أراكان تزداد صعوبة يوما بعد يوم. الأزمة تصاعدت منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي عندما أطلقت حكومة ميانمار العسكرية هجوما قتل فيه 130 روهينجيا ودمرت عشرات المباني الخاصة بهم. في ذلك الوقت دعا قادة الجيش أن الهجوم كان جزءا من محاولة لتحديد مكان مسلحين مجهولين كان يعتقد أنهم ارتكبوا هجمات إرهابية أدت إلى مقتل 9 من رجال الشرطة في 3 مواقع حدودية بمنطقة مونغدو. ووفقا لتحليل يومن رايتس ووتش لصور الأقمار الاصطناعية، دمرت قرى أخرى للروهينجا على مدى 9 أيام في نوفمبر تشرين الثاني، ليصل بذلك عدد المباني المدمرة إلى 1250. الأمم المتحدة نشرت تقريرا جديدا عبرت فيه عن دهشتها وصدمتها مما سمعته من أفواه الضحايا الفارين إلى بنغلاديش، لافتة إلى أن أعمال العنف الجديدة مورست من قبل موظفين حكوميين بشكل ممنهج لأسباب دينية وعرقية. شهادات الفارين أكدت أن الموظفين الحكوميين يغتصبون النساء في القرى ويضربون الناس ويمارسون عليهم ضغوطا ويطالبونهم بالرحيل إلى بنغلاديش لأنهم بنظرهم لا ينتمون إلى ميانمار. ويشير التقرير الأممي إلى أن 96 شخصا من بين 220 أجرت لجنة تحقيق مقابلات معهم في بنغلاديش، قتل شخص واحد على الأقل من أفراد أسرهم، وتعرض آخرون للضرب وهدمت منازلهم أو فقدوا أحد أفراد عائلاتهم وتعرضوا للاغتصاب وأطلق عليهم النار بشكل متعمد أو تعرضوا للاستغلال الجنسي. ووفقا لتقديرات غير رسمية، هناك الآن ما لا يقل عن 500,000 لاجئ روهينجي في بنغلاديش وحدها، ومنذ آخر تدخل عسكري نزح 20,000 روهينجي آخر، فيما قتل 400 مسلم من الروهينجا حسب منظمات حقوقية. معي من مكة المكرمة سيد عبد الله معروف، نائب مدير الاتحاد الروهينجي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عبد الله. إذن بعد مساعدات قليلة جدا بدأنا نتحدث عنها الأسبوع الفائت، تحدثنا عن سفينة إغاثة ماليزية وصلت لميانمار، نرى تصريحات دولية اليوم للطلب على الأقل بتحرك المجتمع الدولي لمأساة الروهينجا. نعم، هذه التصريحات هذه الأيام نحن حقيقة نشكر الأمم المتحدة أنها استيقظت مؤخرا لتتجسد الواقع الحقيقي ولتنطق بالحقائق بالأدلة الدامغة على أن ما تقوم به ميانمار والجيش الميانماري ترقى إلى التطهير العرقي وإبادة الجماعة من الجماعات. نتمنى الآن مع توافر الأدلة التي أصبحت الآن أمام أنظار العالم بإثباتات من منظمات حقوقية وليس كما تدعيها ميانمار أنها معلومات إعلامية فقط، لا بالعكس، الآن حتى منظمة هيومن رايتس ووتش قبل يومين طلبوا مطالبات بمحاكمات عسكرية ضد ممثلي ميانمار وحكومة ميانمار والجيش الميانماري بإدارتهم بجرائم حرب. هذا الذي نتمناه حقيقة الآن أن تتحول إلى خطوات عملية نحو الأمام. المساعدات الإنسانية حتى التي الآن وصلت من سفيرة فوديتيلا إلى الماليزية إلى رينغون لم يستطيعوا أن ينزلوا من الحمولة إلى 300 طن وسلموها في يد الطغمة الحاكمة. نحن نقول مثل هذه المساعدات لا تكفي، أراكان ما زالت محاصرة وتحتاج إلى كسر الحصار وتحتاج إلى تدخلات أقوى وتمثيل أقوى من قبل الدول والمجتمع الدولي حتى يكسروا هذا الحصار المفروض عليه منذ 75 عاما. المسألة ليست مسألة 9 أكتوبر أو خلال الأشهر الماضية، المسألة هذا الشعب يرزقونه تحت وطأة الاضطهاد والمأساة والسحل والقتل منذ عقود طويلة وكان الإعلام بعيد عنهم. الآن استطاعت العدسات الإعلامية وبعض القنوات مثل قناتكم أن تجسد هذا الواقع وتنقل الواقع عن كثب. نريد حراك أكبر من المنظمات العالمية والمنظمات الحقوقية وكذلك كسر هذا الحصار بخطوات عملية من الأمم المتحدة. طيب، ربما اليوم سيد عبد الله الكثيرون يتحدثون عن أهمية وفق الأولويات، يعني الحديث عن مساعدات الإنسانية قبل أيضا الخطوة الثانية التي ربما
تتوازى مع هذا بتوثيق الانتهاكات. نتحدث عن جمعيات، منظمات إغاثة دولية وجمعية مسلمة أيضا تريد تسليم مساعدات إلى الروهينجا، ولكن نتحدث عن إجبارهم وفق الأخبار أيضا على تسليم مساعدات للحكومة. مع من تتواصلون من أجل يعني التعامل مع هذا الموضوع، من أجل محاولة إيصال قدر المستطاع من المساعدات؟ أختي الكريمة، حكومة ميانمار ما زالت متعنتة تمنع وصول المنظمات العالمية والمنظمات الإنسانية للوصول للمتضررين. الناس الآن كما ذكر التقرير، هناك الكثير من النازحين خلال ستة الأشهر هذه فقط قرابة 22 ألف نازح. رصدنا الأحداث منذ 2012، في 2012 رصدت هيومن رايتس ووتش أيضا قرى كاملة تم إحراقها تماما، وعدد النازحين حاليا الذين نزحوا إلى أكياب سفلي قرابة 240 ألف نازح موجودين. المسألة الإنسانية تضرب بمأساة إنسانية كبرى تجاه هذه الأقلية. لذلك نحن نريد حقيقة الآن أن كسر هذا الحصار يحتاج إلى قوة دولية، لأن هذه الحكومة ما زالت متعنتة رغم يعني المحاولات بالمفاوضات، رغم المحاولات بالضغط عليها، رغم المؤتمرات والاجتماعات معها، ولكن ما زالت متعنتة. لابد تفكروا في خطوات عملية أخرى وخطوات فاعلة. أنا أشكرك جزيلا. من مكة المكرمة سيد عبد الله معروف، نائب مدير الاتحاد الروهينجي.